مع بعضنا سهير بن رحومه، وباش نحكيو الحرفيه اكيد، باش نحكيو على نفس الطريقه اللي حكينا فيها الجمعه اللي فاتت اللي هي الوان ستروك ولا اللمسه الواحده، والمره هذه باش نمشيو النوع بتاع بيتال اخرى ونوع بتاع ورقه اخرى واللي هي زهره عبيد الشمس. مرحبا بك سهير، عايشك ياسمين، عايشك ميرسي، مرحبا بالساده المشاهدين. دونك كما قلت انت توا اليوم في تكنيك الوان ستروك باش نقدموا ورده اخرى وكيفاش مراحل الخدمه نتاعها اللي هي ورد تورنوسول عباد الشمس. دونك انا نشوف اللي هي سهله اليوم، حبيت نختار موديل سهل حتى تشوفوه وتلاحظوا معانا. حضرت الورده كامله هنا باش تشوفوها، وحضرت المكونات نتاعها اللي هي البيتال نتاعها اللي هي هاي حضرتها لهنا. حبيت باش نبدا اول حاجه للمرحله نتاع الخدمه باش نوريكم كيفاش تتخدم البيتال. خاطر كيما تشوفوا هي متكونه من نفس الشكل يتعاود قداش من مره. في شكل دائري. نبداو بالشكل نتاع البيتال من الاول ومن بعد نخدموا الوسطاني نتاعو. دونك هذه البانسو كي العاده نعمل زوز الوان زوز الالوان اللي هي صحيت الاصفر والابيض فوالا هكايا، ونخلطوهم لهنا المزج نتاعهم. بعد عندي ناخذ البانسو باش نخدم بها بشكل افقي هكايا على البانسو، نحطها هكايا ومن بعد ننزل على البانسو ونطلع بها الفوق باش نقف بشكل انكليني مائل. دونك بديت قد وباش نقف بالبانسو بشكل مائل. دونك باش نعاود لهنا، ما نعرفش اسكو واضح للساده المشاهدين ولا لا. دونك باش نحط البانسو في شكل افقي لهنا ومن بعد باش ننزل عليها وباش نطلع في الفوق. معناتها من اللوطه باش نطلع الفوق، كي باش نطلع الفوق نميل البانسو باش نقف بشكل مائل انكليني. هذا هو الشكل اللي باش نعملوه لهنا، شكل دائري. دونك نعاود نخلط الالوان نتاعي هلا، حطيت بشكل افقي وطلعت الفوق وقفت بشكل مائل. دونك باش نعاود نفس الحكايه هكايا هلا، ونبدا ندور باش نعطي لا فورم نتاع الورده نتاعي لهنا. كيما تلاحظ انت معايا زاده ياسمين، حطيت بشكل افقي، نزلت على الباسو ومن بعد بديت باش نقف بشكل مائل. تحسها سهله هكا ولا؟ نحسها سهله، ما انا المره اللي فاتت التجربه بتاعي كانت تجربه فاشله. توا قالت لي نعاود ونعمل، قلت لها لا، حتى ساعه علمني على قاعده وحده من غير كاميرات ونعاود. لازم نقول للمشاهدين اللي احنا بعد في الكواليس عملت محاوله اخرى وجبت عليها. فوالا انا البريسيون وكستريس على الكاميرا خلتني. احنا ما فيها باس، نشجعوا الساده المشاهدين دوك احنا لان موجودين باش نوريو كيفاش العمليه سهله ماهيش صعيبه. معناتها تشجعوا وحاولوا اخدموا. صحيح انت مش من المره الاولى باش تخرج بحاجه واضحه ومزيانه وش نقولوا عليها واو لا، اما المحاوله نتاع قداش مره هي اللي باش تخليك تنجم تتمكن وتفهم الحكايه كيفاش تصير وكيفاش تتعمل، وتنجم علاش لا وحدك تخرج بشكل. سهير كان زيد نجم نشوفه من بعد الورقه، خاطر تعرف اليوم الوقت يجري فينا. دونك هيك شفتوا التقنيه بتاع زهره عبيد الشمس، شفنا كيفاش النجم نخدموا البيتال هذيك. دونك ناخذوا السونس ديما من الفوق حتى اللي نوصلوا للبوانت هكا، نخليوا الباسو بتاعنا يقف باش يعطينا البوانت بتاع الورقه هذيك. تويكا باش نعملوا ميلونج اخر اللي هو الاصفر والاحمر. سامحني قصيت عليك، اما لهنا باش نتعدى البانسو اخرى اسمها بانسو بوشوار. بوشوار فوالا، بانسو بوشوار شكلها شكل اخر دائري هكايا. هذه اللي باش نخدم به القلب نتاع الورده. هاي شوف بالطريقه هذه، شفتها شطر عملته مارون وشطر اصفر، عملته اصفر باش يعمل الميلونج بيان سور. وكي باش نبدا نعبي القلب نتاع الورده نتاعي باش نبدا باش نمشي بشكل دائري باش في نفس الوقت يتحط المارون ويتحط الاصفر. داكوردو؟ ديما بشكل دائري صحيت. الاصفر باش يكون من داخل والمارون البرا، والمارون من برا بيان سور. عاش اسكو واضحه لهنا ولا بعد يدك باش هكا يشوفوا الطريقه. هنا شفنا طريقه ال شو اسمها البانسو بانسو بوشوار. بوشوار دونك باش خلينا يعمل لنا الميلونج بتاع الالوان كما قالت، تاخذينا شطار البانسو عملناه مارون، شطار البانسو اصفر. ديجا الميلونج يتعمل لوحده ما نستحقوش باش نخلطوا الالوان. دونك بيان سور من بعد باش نتعدى لعنق الورده.
عملنا الورقة. الورقة ديتاي صغير. الورقة كي بالنسبة للي يحب يجرب باش تجيه سهلة، ناخذوا الخط، ناخذوا ورقة مخططة فيها خطوط ولا نخطوا احنا، وبعد نجي نحط البانسو بالطريقة هذه. هاي هكايا، وبعد نحاول باش نمشي في شكل نص دائري. فهمتك. داكوردو. وبعد من اللوطة كيف كيف نمشيو في شكل نص دائري. كلموهم مع بعضهم تكون الورقة. يعطيك الصح. هذا الشيء اللي باش نعملو انا تو. انا هذه التركه باش نعملها السهله. اللي هي هاو في شكل نص دائري. فوالا. نكملوا نص الدائرة الثاني باش نشكلوا الورقة بتاعنا. فوالا. هنا نجم نعملها حتى بشكل. سي تري بو. ميرسي بوكو. عايشك عايشك. نعرف اللي الوقت اليوم غاشك، سامحنا. ميساج الجمعة الجاية ناخذوا أكثر مساحة من الوقت اليوم. عندنا برشا ضيوف. ميرسي بوكو سهير، ميرسي لانسة اللي تحت.